الشيخ خالد يسأل يقول بالنسبة لشخص يفتح سماعة الهاتف عندما يتصل به شخص أمام الحضور، هل هذا يعني مشروع؟ هذا فيه ترتيب، فإذا كان والله اتصل رجل بعالم وأراد العالم أن يسمع الحضور سؤال المتصل ويحصل هناك فائدة من الجميع فهذا طيب، هذا طيب. وقد كان شيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين في الحج حينما يعني يتلقى الأسئلة نكون حوله فيفتح سماعة الهاتف، يفتح سماعة الهاتف ويستفيد الجميع. أما إذا اتصل به شخص اتصالا خاصا يريده في موضوع فهذا مخالف للأدب، بل قد يحرم على الشخص خاصة إذا كان الكلام حول موضوع معين وفيه ذكر أشخاص. وقد حدثني أحد الإخوة هنا قال بأنني اتصلت على شخص من الموظفين في إدارتي وذكرت له انتقادي لشخص آخر وبينت ما عنده ذاك من أخطاء، فتبين أن هذا الرجل قد فتح السماعة وذاك الشخص موجود، وحصلت بيني وبين الشخص الآخر من القطيعة ومن البغضاء الشيء الكثير. ولذلك يحرم على الإنسان أن يتعمد فتح السماعة ليسمع الآخرون، خاصة إذا كان هناك حديث فيه ذكر أشخاص مثلا أو ذكر موضوع خاص يخص الشخص يتعلق بأهله أو بخصوصياته ولا يريد أحد أن يستمع إليه. هذا هو ترتيب المسألة في جوابا على سؤال الشيخ خالد.